حياكم الله. كثرت الأسئلة عن الدجاج اللي يطلع من المشاريع مثل القهرن أو اللهمون براون أو الإيزا براون وغيره من الدجاج. كثير منكم يقول هل نقدر نستفيد منهن إذا طلعن من المشاريع وشلون نستفيد منهن؟ الجواب نعم، نقدر نستفيد منهن، لكن بعلمكم خطوات. رغم أني مسوّن قبل فترة معلمكم كيف الطريقة، لكن ما يمنع أن نطول شوي ناخذ من جديد عشان تكون حلقة وراح ننزله بقى اليوتيوب إن شاء الله. طريقة إذا طلعنا الدجاج من المشاريع، أول شيء يبقى بهن تقريبا 50% ل60% بيض، إنتاج بيض. المشاريع تخلصون منهن خلاص إنتاجهن يتوازن مع اللي يعطونهن العلاف، بمعنى حنا نعطيه مثلا 20,000 علاف على سبيل المثال، 20,000 علاف مكياس و20,000، فيطلعونه خلاص تخلصونه منه ويجيبون دجاج آخر. طيب إذا طلع لنا مشاريع هل نقدر نستفيد منهن أهله ثاني مرة ويرجع؟ نعم نقدر نستفيد منه على مستوانا حنا، ترى تكلم شغلنا حنا، يعني يظل انه هذا الدجاج حتى هم بقيبه قليل من البيض اكثر من البلدي انتاج البيض، لانه هذا سلالة. طيب كيف طريقة التأهيل؟ طريقة التأهيل اول شيء تتبع طريقة العزل. في حالة انك شريت الدجاج هذولي لابد انك تعزلهن، لا تدخلهن على حلالك ابد، بمعنى على دجاجك ابد، شبك منعزل تماما وبعيد عن دجاجك. هذه نصائح، ترى غالبية الامراض يجن اذا جبت دجاج من برا حطيته مع دجاجك يطلع امراض. اللي هو بمريض ترى ناقل للمرض، خذوه هذه نصيحة، اللي هو بمريض قد يكون ناقل للمرض، فما بالك بدجاج طلعته من المشاريع قد يكون بهن أمراض ما الله بها عليهم. لكن طريقة العزل هذه نعطيكم نصائح بكيفكم. طريقة العزل لا تدخل دجاج على دجاجك مهما يكن، اعزلهن ثم ابد استخدم طريقة التأهيل. كيف طريقة التأهيل؟ طريقة التأهيل أول ما تجيبهن تعطيهن فيتامينات تمشي عليه، لا تدخل عليهن ديوك، ابد أهلهن في عملية إعطائهن فيتامينات، هذه يسمونها طرق التأهيل. طبعا عادة يطلعن من المشروع يصيرن منتفات، ليش؟ لأنهن مجهدات بعملية إنتاج البيض. أول ما يطلعن راح يطنك إنتاج بيض، تمام؟ عقب فترة بيبدأ يوقفن إنتاج بيض ثم يبدأ يتوقف. التوقف هذا ليش؟ لعدة أمور. أولا تغيرت عليه الأجواء الخارجية، لأنه داخل المشاريع معطى درجة حرارة أو درجة برود بمعنى أصح ثابتة، بمعنى إذا كان خلال فترة الصيف معطينه تبريد ثابت درجة البرودة ما بين تقريبا 27 وأقل بعد يمكن 25 تقريبا إلى 28، فدرجة البرودة عنده ثابتة. فلهذا إذا طلع من المشروع يبدأ يعطيك إنتاج بيض ثم بعد فترة يتوقف. ليش يتوقف؟ يتوقف تبدأ الدورة حقته الطبيعية، يبدأ حل تريش ويصف من جديد. هذه ما أقول أنا طرق من طرق التأهيل، يبدأ يصف خلاص يجدد كل ريشه. طرق التأهيل انك تبدا تأهلهم، تعطيه فيتامينات، تعطيه رافع مناعه، تمشي عليهم بالطريقه هذه، الا وهي طريقه انك تعطيهم رافع مناعه مثل فيتامين سي، فيتامين ها، سيلينيوم، فيتامينات عامه، لانك انت قاعد تأهل القطيع الان تجهزه. لكن خليك ماشي لحد الان بنظام العزل، الحين كل الموضوع تو تكلمنا بنظام العزل. نيجي للنقطه الاخرى، كثير منكم تشكك يقول ليش دجاج المشاريع ما يتحمل اجواءنا؟ اعلمكم ليش. عادة الدجاج هذولي نفس ما ذكرت أن معطيات درجة بروده معينة خلال فترة الصيف، بمعنى يطلع من درجة بروده تقريبا 28 إلى 25 تقريبا، فجأة يطلع من هالجو هذا لدرجة حرارة 45، شيء طبيعي بيكون عندهن حالات موت. فهذا يسمونها النظام نظام الأقلمة، وفيه نظام طريقة النقل الصحيح. لكن خلونا بنظام الأقلمة. نظام الأقلمة لابد تتأقلمهن على الأجواء عشان كذا هن يموتن، فيبقى منهن شيء بسيط. لكن لو أنت جايبهن هذول من يوم هن فراخة، من يوم هن صغار، شيء طبيعي بياخذ النظام الأقلمة. وهذا دائما نتكلم على في أنظمة، هذه مثل أنظمة الأقلمة، هذه تحدث بعض السلالات نقدر نأقلم على الأجواء. ما نقول يتحمل أجواءنا، لأن البلد إذا شد الحر طاح سقط، إحنا نقول نأقلم أقلمه. على سبيل الحصر، لا على سبيل المثال، لو جبنا هالدجاج هذولي القهرن أو اللهمون أو الإيزا براون المخصصات عملية إنتاج البيض باخر الشتاء، يعني في براد والحراره توبت ترتفع شيء بسيط، راح يكون هناك اقلمه، لانه يلحق على البراد ثم يبدا يدرج عليه نالحر تدريج، ثم يدخل عليه نالحر ثم يبدا يصير اقلمه وليست تحمل درجات الحراره. لان البلد قلت لكم انا ما في دجاج يتحمل درجات الحراره، كل الدجاج اذا شدت درجه الحراره بدا يسقط من الحر، لكن نقول اقلمه يتاقلم على الاجواء عندنا. طيب نفس هذا الدجاج لو صار عندنا فتره واخذنا منه فراخه، فرخناه عندنا وحطناه بالاجواء حقياتنا، يبدا يعيد ترتيبه على نظام الاقلمه، هذا يسمونه نظام الاقلمه عندنا.
هذه عمليات الأقلم يسمون، عشان كذا تشوفون كثير من السلالات عندنا بدأ يتأقلم، ما نقول يتحمل، يتأقلم. على سبيل المثال مثل الفرنسي عندنا بدأ يتأقلم مع جوعنا، صح لا؟ من أول ما جابوه ما كان يتحمل، لكن أول ما بدأ يأخذ عملية دورته الطبيعية، فقسنا من عيالهن، بدأ يدور نفس عيالهن بأجواءنا، بدأ يكون عنده عمليات الأقلمة وليس التحمل. ركزوا على النقطة هذه. فهذه الطرق يسمونها الطرق الأقلمة. أي سلالة تجيبه أهم شيء السلالة ما تكون ثقيلة مرة، ما توزن مرة. مثل تجيب لحم تبي أقلم على درجة الحرارة، صعبة، لأن اللحم جدا يشيل لحم، جدا مرة يشيل لحم، فيمكن أن أقلم على درجات حرارة عالية 45. لكن في سلالات خفيفة مثل الجهورن، مثل اللهمان براون والإيزا براون، هذه سلالات خفيفة ما تحمل أوزان عالية، نقدر نأقلم على أجواء هذه، لكن نتبع الخطوات نفس اللي قلتكم قبل شوي. وهذه من الأشياء اللي لي تجربة شخصية بهن، وسويت للنظام أقلمة. عندي اللهمان، أنا عندي اللهمان براون الأحمر، سويت له أقلمة، لكن أول ما جبته أعطيته تبريد، ثم شوي شوي لحد الآن هو على تبريد، لكن بدي أتأقلم على درجات الحرارة. على سبيل المثال عندي هذول من إنتاج اللهمان براون، ما شاء الله تبارك الله، تمام. الدجاج هذول القهرن، تعرفونه البيض، البيض الأبيض هذا، تمام، هذول القهرن، واللون هذا الأبيض ليس حكرا على القهرن، علم أنه اللهمان براون فيه لهمان كلاسيك، بوبو براون كلاسيك، بوه اللون هذا، اللون هذا نفس الشكل هذا، تمام. هذول قدرت أسوي لهم عملية أقلمة وليس عملية تحمل. ركزوا، لأن قلت لكم أنا ما في دجاج يتحمل الحر، لكن في دجاج نأقلمه على الأجواء، أقلمه نوعا ما، يعني تقدر تحط له تكييف بسيط ثم يتأقلم، عقب فترة فرخات يبدأ يتأقلم على الأجواء. هذه من الطرق اللي أنا زينتها شخصيا، فقلت تقدر في كل في سلالات نقدر نأقلمهن على أجواءنا، في سلالات خفيفة نقدر نمشي عليهن بنظام الأقلمة، بمعنى مثل اللهمان ومثل الإيزا براون ومثل الجهورن. هذه تعتبر سلالات خفيفة لأنها مخصصة عملية إنتاج البيض، فتعطينا سلالات خفيفة وليس سلالات ثقيلة أو سلالات ثنائية الغرض، بمعنى لاحم وبيض، فنقدر نمشي عليهم برنامج نفس ما قلت لكم الأقلمة، ويبدأ عندنا يتأقلم على أجواءنا، ما نقول أنه يتحملا، يتأقلم يمشي مع الأجواء حقيتنا، لأن مثل ما قلت لكم عند درجة حرارة معينة يتأثر الدجاج بالحر. الدليل أنه كثير منكم إذا شدت درجات الحرارة حتى البلد يتوقف عن عملية إنتاج البيض، معناته أنه مؤثر درجات الحرارة على الدجاج، بل أنه أحيانا يدخل بعملية إجهاد ومجهاد ويبدأ يتساقط من ارتفاع درجة الحرارة. لكن خلاصة القول أنه فيه سلالات نقدر نأقلمهن. أنا من الناس اللي عندي مثل ما قلت لكم الليجهورن وعندي اللهمان براون، بديت أقلمهن على أجواءنا، أقلمه وليس تحمل. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.